ازيكم عاملين ايه؟ فكرة جديدة وتنفع هدية في اي مناسبة من المناسبات، ان شاء الله تعجبكم. على ما ارجع لكم بالتفاصيل وازاي هنعملها مع بعض، ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. هنبدأ نعمل مع بعض فكرتنا النهاردة. هنجيب ورقة ونبدأ نقسمها نطبقها 8، يكونوا كلهم قد بعض ومتساويين. هنفتحها بقى بعد ما قسمناها كده ونخليها مقسومة نصين بس، يبقى عندنا 4 مستطيلات كده وفي ظهرها كمان 4 مستطيلات. عندكم بقى كذا اختيار، يا اما تعملوا زي ما انا بعمل كده وتبداوا ترسموا على كل مستطيل منهم شكل، او تكتبوا عليها كلام، او تلزقوا عليها صور او ستيكرز، تكتبوا عليها عبارات، اسامي، زي ما تحبوا اعملوا. تقدروا كمان تلونوها بس من غير اي رسومات، برضو دي حاجة ترجع لكم. بحب اديكوا كذا اختيار عشان اللي مش متاح عنده اختيار منهم وحابب يجرب حاجة تانية يبقى عنده كذا اختيار كده يختار منهم. انا عملت كده رسومات سريعة، هلونها كده برضو بسرعة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نفتحها بقى ونبدأ نحط اللزق ده، او عندنا دبل فيس او جلو او اوهو اي حاجة تحبوها. هنحط لزق من النص وهنحط كمان بالعرض من هنا. هنحط كمان، لا مش هنا مش هنا، انا هحط غلط. هنحط كمان من الحرف ده عشان نقفل الورقة، وهنسيب ال4 مربعات مفتوحين عشان نقدر نحط جواهم الحاجات اللي احنا هنحطها. اهو يبقى كده مقفولين من كل الجهات، بس كل مستطيل او مربع فيهم مفتوح من جهة واحدة بس لحد ما نحط جواها الحاجة اللي احنا هنحطها. هنجيب الكتر ونبدأ نعمل شرط او نقط كده بحيث ان هي تبقى سهلة لما نيجي نقطعها. تقدروا بقى تحطوا فيها كل اللي انتوا عايزينه، ولو عاملينها للعيد ممكن تحطوا فيها عادية، تحطوا فيها لعب، تحطوا فيها ميداليات، اكسسوارز، بلالين، بونبوني، كل اللي انتوا حابين تحطوه حطوه. طبعا زي ما بنبه او بنوه دايما في الفيديوهات، على حسب الحجم اللي احنا عاملينه هنحط الحاجات بتاعتنا. حطينا كل اللي احنا عايزينه نبدأ نقفل بقى كله كده. بس كده دي كده بقت معانا مقفولة وشكلها لطيف قوي، وممكن تهدوا بيها اي حد هيبسط صدقوني منها.
وطريقتها لذيذة حتى في الفك، او هنفكها كده ويبدأ كل واحد يفك الكيس بتاعه ويشوف جواه ايه. زي مفاجآت كده. بكده نبقى خلصنا. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، اتمنى ان انتوا تطبقوها وتبعتولي على جروب الفيسبوك او قناة التليجرام، هتلاقوا اللينكات موجودة تحت الفيديو. وما تنسوش تشوفوا باقي الافكار الموجودة على القناة لتوزيعات العيد والمناسبات، ان شاء الله تعجبكم. مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل لايك وشير الفيديو، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجديدة. كل سنة وانتم طيبين.